السلام عليكم خوت، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم في احسن ما يكون. كيف العاده كنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم والتعليق ديالكم في القناه، وكنقول لكم اصبروا معنا شويه ونقاولوا ان شاء الله ونشدوا ميكرو، لان بزاف الناس يعني كيقول لنا الصوت ناقص. غادي نحاول اننا نشدوا ميكرو ونشدوا يعني الادوات، غادي نتقداو بشويه بشويه ان شاء الله. صبروا معنا شويه سكينا، خلينا نصور الله يحب الوالدين. المهم تعودتوا انتم كتبقاو فيها تقول لي خليه يموت، غوت اخويا غوت. المهم اليوم ما شاء الله غادي نقدوا صلاه، غنقدوا واحد الصلاه لان بزاف الناس طلبوني اني نشارك معاهم صلاه. ودابا سخون الحال يعني القضيه فيها هي السندويتشات لي تاكوس لي صلاه. ان شاء الله بزاف الناس طلبوني اني نشارك معاهم واحد البلاصه، نشارك معكم واحد البلاصه اللي هو خطير بصراحه. كنعطى لي واحد الشيف في الكوزينه كنت خدمت معاه في الاول ديال يعني فاش يلاه بديت، شيف بغيز اللي بصراحه هو اللي عطاني واحد التجربه كبيره في الميدان. هنشاركو معكم ان شاء الله واحد الطريقه اللي هي جد بسيطه، والكلاص على حق طريقه، حيت بزاف الناس تنشوفهم تيقادو الكلاص. ماشي الكلاص هو انك تدخل واحد المكونات وتدخلهم في ويجمدو وتجيو في زلافه وتاكلو مع الكلاص، يعني حيت متلج لا لا كلاص خصو يكون كريمي ويكون داكشي على حق طريقه. ان شاء الله غنقادو معكم بطريقه اللي هي جد بسيطه بمكونات يعني اللي متوفره. المهم نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نجيبو نشعلو المقيلة، باقي ما بقاش في المية. المهم احنا كدزنا مع تشعلناها، غنجيو الزبيدة شوية، غنخليوها تسخن. غادي نحتاجو واحد ربعة تاع حبة التومة، نروحو نجلو فيها. بعد ما سخناتنا الزيت تا التومة تاهي عطات الرويحة ديالها، كنجيو بيزو الزيت ديالها، نزيدو الزيت البزاق، نزيدو الزيت الملحة، كنخليوه يتحمر لنا على جوج وجا ونرجعو ليه. بعد ما تحمر لينا نضيف واحد الكويسينة، وغادي نخليه يطيب فيه ومورا نقلبو على الجهة الأخرى. دابا غادي نخليوها تابع على خاطر. غنحتاج واحد شويه المايونيز، المهم غادي نقاد جوج بليصوص. غنحتاج واحد شويه المايونيز، راه ديجا شاركتو معاكم، كيف واحد جوج ملعقات د الحمص، إلا خلى الحمص غادي فيها شويه البزار، واحد ملعقة صغيرة ديال لاموطاز، واحد ملعقة صغيرة ديال العسل، هي لاصوص الأولى. المهم كتجي زوينة في الصلاد كيفما كتشوفو، الدجاج ديالنا طاب تيبقى فوق. دابا غادي نخليه تيشرب هاد القوة مزيان، هاد الشوية اللي باقي على خاطرو تيجي رطب. المهم الطريقة صافي، دابا غادي نطفيو عليه الصوب ديك المريقة، وكيما شفتو حتى يجي فيه واحد المذاق زوين. هاد التومة هادي تطفي واحد النكهة زوينة،
واد الدجاج هذا الطريقه هذه هي المناسبه يعني باش تيجي الصلاه مزيان في الدجاج الا ما بغيتوش مثلا تخدموه بلا شابلور ولا بشي طريقه اخرى تلقاي فهذه هي الطريقه المناسبه تيجي بها رائع. نتمنى انكم تجربوها. المهم خصوصا هاد لاصوص هادي عبيجي نجي شويه الملحه نجي شويه البزار نجي واحد المعلقه ديال الخل الحامض صافي انا غادي نكتفي بها كتجي سلمى سلمى اللي بغات هذيك لاصوص هادي ديالها زيت 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 بطبيعه الحال بلا زيت رومي صافي كتجي كما كتشوفوا هكا ولا خلطتوها مزيان راه كتطلع راه كتولي ثقيله كما كما كتشوفوا هادي السويسه باش غادي نخدمها انا السلطه. المهم دابا ديال المره المرحله ديال لي زانغريديون نخلطو ان شاء الله داكشي ونقادو السلطه باش تشوفوهم كيفاش. دابا غادي نقادو الدجاج لاخر صراحه انا عبيتو بهاد الطريقه سالم بغيتو بالطريقه الاخرى. دابا هاد الصحن ديالك السلطه ولا لا نفس السلطه هي مشكل جوج غادي نعاودو نجيبو في الماء ونحطوه باش هكا يجيونا ديك التقرنشة اللي بينا الدجاج ديالنا دابا وجد غادي نمر مرحلة أخرى ندير واحد الباكيطة نحطوهم بحال هكا بعد ما قطيناهم بعد ما قطيناهم دابا غادي ندهنو بهم في الفرماج اي فرماج متواجد يكون في الدار ولا مبغيتو شتو الفرماج ممكن تستغناو عليه. المهم غادي نمشي معاهم كاملهم بالفرماج باش ما يجيش الفيديو طويل. نجيو فيهم شويه ديال الطون نواش نواش واش وينك اصاحبي زعما طفت الكورنيه والو ضحكني اي يوم من قال لي واش وينك نجيو في الطون وغادي نشعلو الفوفان من الفوق ولتحت المهم بينهم يتحمرولينا. دابا نجيو ليهم موزاريلا بحال هكا المهم باش ما يجيش الفيديو طويل نمشي معاهم كامل بالموتزاريلا كما كتشوفوا بحال هكا فاش نبغيو ندخلوا للفران ان شاء الله غادي نرجع لكم. المهم هاد لاصوصا كنت شاركتها معكم من قبل سوس بيستو
الفيديو الناس اللي تيسولوني على صوص المعطره ديال الزيت الرومية بالثومه وسميتو كاينه مع صوص بيستو تكتبوا صوص بيستو شاف ايوب لا ايوب وسلمى غادي تطلع وتلقاوها مع المهم ماشي ضروري ونجيو شويه السلطه وغادي ندخلوهم للفرن المهم بداو درت لي فرفر ممكن تستخدموا اي باط عندكم في الدار نقطع السلطه غادي نحتاجو بويده ولا اي ديسير عندكم نحتاجو تفاحه نجيو شويه دخيل الخيار ليمونة واخا هاد ليمونة بانت ليا مغشوش ليمون ديما عيبو قطعوه متقطعوش بالماس من الأحسن بالمنشار وما توركوش هاكا الموس هو اللي تيقطع ماشي القوة تاع يدينا اللي كتقطع يعني كتحطو الموس باش ما يحق لكمش الماء كويس هذا هو الباكيت ان شاء الله باش غادي ندوزو السلطة الثاني تاعي يعني الطريقة سهلة أي واحد ممكن يقدر في الطاب ديالو أنا كنفضل هاد الطريقة هادي نجيبو باكيت ديالنا بهاد الطريقة شتو كيجي من الداخل طايب وديك التشحيرة هي اللي كتخليها ماشي تفتتش
التاج ديالي حتى انا غادي نجاوب هاد الطريقه. الطماط سوغيز الموجودة ديال وقيتها كاين هاد السقف بيت نضيفو لها الفرماج روج المهم لي صادفتونا هما هادو كنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم ويعني ممكن بطبيعة الحال صلوا انكم تخدموا على ريجيم ولا من غير ريجيم واخا فيها الموزاريلا واخا فيها الفرماج. المهم لبي تنقصوا شي حاجة ممكن تنقصوها لبي تزيدوها ممكن تزيدوها. انا عطيتكم هي فكرة دابا ولي دابا ان شاء الله لمرحلة التذوق ندوزو دابا عزيز ديال التذوق. بالنسبة لاتجاه الطاي والله ما كان كنز عليكم والله إلا بنين والله إلا كلشي إلا بنين. الخبز جا رائع بهاد الطريقة بخصوص لاصوص الزيت جاب فيه واحد النسمة زوينة بخصوص الناس اللي بيرجعو يشاهدو الفيديو غادي يلقاوه. بخصوص الناس اللي ما فيهم ما رجعو يشوفو الفيديو من الأحسن أنهم يديرو شوية الزيت ويحكو فيها التومة ويطلعو بها السندويتش هاد الخبز هذا عادي يعمرو بنص الطريقة اللي درت. بخصوص السلطة هي هادي السلطة ديال سلمى تا هي بلاصوص وليبات. المهم كنتمنى ان تقول تطلب مني سلمى اني نتذوق ليها الصلاه ديالها. دابا تذوقي انت تذوقي. المهم الدجاج ديالها والله الا جا زوين بهاد الطريقه حتى هي. كنتمنى انكم تجاوبوا هاد الطبق بجوج واحد السيده تطلعينا. قلت لنا انكم تجربوا الطبق بجوج راهم زوينين و هذا ما عطى الله. لكن اول مره كتشاهدوا القناه كنتمنى انكم تابوناو معنا اذا كان المحتوى تعجبكم. اذا عجبكم الفيديو خليولنا كومونتير زوين وجيم وهذا ما كان. السلام عليكم.